قال حتى لا أرى ذل السؤال على وجهه. شوف العبارة، هؤلاء أهل البيت اللي أنت تجلس بمجالسهم يا حبيبي وتنظر لهم ثلاثة أيام يبيتون بلا طعام، يعطون طعامهم لمسكين ويتيم وأسير، الآن أبوابهم مشرعة، ما ماتوا، الشهداء أحياء عند ربهم، الآن صيح يا علي يجاوبك أبو حسين، والله يجاوبك. أنا أتكلم عن عقيدة، لما تقول يا علي يعني يا الله، لأن الله تبارك وتعالى قال هؤلاء أبوابي إلى الحق، كما قلنا اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فأنا عندما أقول يا علي هذا طريق إلى الله سبحانه وتعالى، لأني أنا أصلي وأعبد الله، والله سبحانه وتعالى قال لي قل يا علي، لأن يوم أحد كلكم تقرؤون في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله في كل كتب السيرة، يوم أحد عندما وقعت المحنة على المسلمين وتركوا رسول الله فروا، يقول القرآن ثم وليتم مدبرين، بقي الرسول الله بقي وحده والإمام علي معه وهو ينادي يا علي ادفع هذه الكتيبة عني، علما أن الرسول لما يقاتل الأرض تهتز تحت أقدامه، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لكن كان ينادي يا علي ادفع هؤلاء عني، يا علي ادفع هؤلاء عني. فكل المؤرخين يذكرون كلمة الرسول ينادي يا علي يا علي يا علي، هذه أمور من حقيقة الإيمان. أما هذا صاحب الإيمان السطحي القشة التي ضربت ظهر البعير وكسرته، أنا لا أتحدث مع هكذا نوع من الإيمان. حتى إذا جبت اسم، حتى إذا قبلت شيء أو قبلت الضريح فأنت مشرك، هذا ما له علاقة بالإسلام، هذا هو الذي صنع الإرهاب، وهو الذي صنع التطرف، وهو الذي أنزل البلاء على العالم وعلى رؤوس المسلمين. هذا اللون السطحي اللي هو ما في عمق علمي أبدا، لأنه بعيد عن مدرسة أهل البيت نهائيا، وحتى عن مدارس المسلمين الأخرى، لأن ما أدنى واحد من مدارس المسلمين لا الشافعي ولا الحنبلي ولا المالكي ولا الحنفي يقول بهذه الأمور التي نراها. فرسول الله ينادي يا علي، وهكذا لما تروح للإمام الحسين سلام الله عليه، لما تذكر أبو الفضل العباس، احنا بالعراق بكل مكان أبو فاضل باب الحوائج إلى الله، باب الحوائج، واحد عنده حاجة يروح لأبو فاضل يطرق عليه الباب يقول له سيدي أنا جايك بحاجة تمشيني، ما يردك، بس في مجموعة أطفال بالمخيم ما قدر يقضي حاجتهم ويجيب لهم الماء. لذلك بقت حسرة في قلبي أبو الفضل العباس، روحي له الفداء. لما احتضنه الامام الحسين يقول له هونت يا ابن ابي مصارع فتيتي، والداعي يؤلمه الذي يسكنه الذي هو اعلم، اخي يهنيك النعيم ولم اقل ترضى.